نحكي عن في عندك حركة أو مبدأ اسمه المهوت ومهول، تحكي لنا شوي عنه وكيف ممكن الشركات الناشئة تتبناه عشان تنجح شركاتها. شوف، أنت عم تستعمل كلمة الشركات الناشئة، if I may. أنا بقول الأفكار الناشئة اللي ممكن تتحول لدخل مدر، لأنه اللي عمالي بلاحظه أنه الكل بده يأسس شركة ومن الشركة يجيب دخل. أنا بقول لازم تبلش بالأفكار والشباب اللي بيشتغلوا مع بعض، وبعدين ببلشوا بشركات ناشئة. هلأ فلسفة المهول لمهول very simple. ما هو معناتها العذر، ومهول اللي هو الفظيع بالعربي. يعني إذا أنت ما بتستسلم بسهولة، لا يا أنت يا شخص ناشئ أو شركة ناشئة، وبتحاول كل الطرق تلاقي حلول، لأنه في حل، if there's a will there's a way، بتنجح وما تستسلم. يعني كثير احنا عندنا زي ما قلت لك حضاره الاستحقاق مش الاداء. يا اخي مش ملاقي، طب كيف مش ملاقي؟ فتش اكثر، ريسيرش. احنا عايشين في عصر المعلومات، انت تو كليكس على جوجل بتطلع اللي بدك اياه. فانا ماي بوينت از، اذا انت ترفض حتى اللي بيجيك بقول لك ما هو مش ظابطه معي، اذا بتطلق ترفض كلمه ما هو بتلاقي حلول. يعني في كتير شغلات ببلادنا وبرا، كتير ناس بيستسلموا على شغلات هم بيقدروا يحلوها. فأنا I believe لازم كل إنسان دائما يطلع بالمراية كل يوم الصبح ويقول لا أنا ما برضى هذا الجواب، لازم يكون في حل. زي اللي لقى حل، اللي طلع ال curiosity على مارس، طلعها من الأرض لمارس ونزلها وصارت تسوق على مارس، اوكي اكمل ما هو كان بقدر اقول ما بتزبطش، صح؟ نفس الشيء في البزنس. بل اصلا شو الفرق بين الموظف والبزنس مان؟ الموظف بيمشي مع الامور كما هي، اوكي. البزنس مان الناجح مش بالضروره بس بالماده، او المنجز او المبدع او المخترع، ما بقبل الجواب انه لا. فانا دائما بحكي شغله كثير 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 مهمه، وهاي في كتاب اسمه ريتش داد بور داد، وبنصح الكل برضو يقرأ. هلأ ريتش doesn't mean انه غني بالمادة، غني بالفكر وبالإنجاز، والبور انه المستسلم. فمعرفش بدي احكي لك هالقصة يمكن يكون فيها عبرة. لما بيجي الولد لأبوه البور بقول له بابا بدي اشتري هاي الشغلة بس ما معي اشتريها، أبوه بقول له معلش ما انت معكش واحنا معناش بلاش. الريتش داد again بأكد مش الريتش بس المادة، أو مش المادة بكون بالفكر أصلا، بوجه بقول لأبوه بابا بدي أشتري هالشغلة بس ما معي، بقول له نعم ممنوع تحكي لي ما معي مصاري، فكر كيف بتقدر تشتريها. فإذا بتلاحظ الفرق كيف البرمجة بتصير من 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 الصغير. الشغلة الثانية برضو الفرق بين الريتش داد والبور داد، هاي كلها بالمهول المهول، إنه البور مش البور الفقراء بالمادة، الفوق بالفكر وبالإنجاز. بضل أعيد هاي النقطة لأن الناس مرات بفهموني غلط بهالأمور. بيجي الأهل البور بيستثمروا بأولادهم بأحسن جامعات، بيسفروهم، بيسووا كل إشي. ليش؟ عشان يشتغلوا بأحسن شركة بس يتخرجوا. الريتش داد بيعملوا نفس الشيء لأولادهم، صح؟ بس الفرق عشان يشتروا أحسن شركة. هلا إيش يعني يشتروا أحسن شركة؟ مش إنه يشتروا فورتشن 500 كومباني، لا، انه يعملوا البزنس تبعهم ويبدعوا. فهي هي هي فلسفه التفكير، انه الواحد مخه زي العضلات، اذا بضله يستعمله ويلاقي حلول بقوى، بيستسلم بامر الواقع ما عمره بصير. وهذا هو الفرق بين المهو والمهول.